اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك. اول شيء شكرا على 300,000، فشكر مره كبير للناس اللي قاعد تدعم والناس اللي بتحاول تنجح هذا المحتوى، لانه اعتقد من فتره طويله انا في اليوتيوب احس الفتره دي اكثر فتره في علاقه كده، علاقه حلوه بيني وبين الجمهور. الصراحه انا مرتاح واعتقد انه الجمهور مرتاح لانه انا قاعد انزل لهم مقاطع بشكل مستمر، فشكرا لكم على 300,000. لكن حاب اتاسف للليبيين. اول مره احس انه انا زعلت الليبيين، كثير ليبيين زعلانين مني مره انه انا نزلت بوست في المنتدى حق اليوتيوب ونسيت احط العلم حق ليبيا. هو مو بس ليبيا، نسيت ليبيا وسوريا ولبنان وكم دوله، يعني ممكن حتى اليمن. موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم عن جوائز الام تي في اللي كانت امس. طبعا الجوائز في جوائز مره كثيره، راح نتكلم عن اهمها، وراح نتكلم برضو عن المضارب اللي حصلت بين ام جي كي مع حبيبته ميغان مع الملاكم او لاعب القتال كونر. اول شيء للناس اللي ما يعرفوا جوائز الام تي في، جوائز الام تي في دائما هي تقريبا المرتبه الثانيه من اهميه جوائز الموسيقى. يعني انت عندك اول شيء الجرامي، بعده ام تي في على طول. وانا بكل صراحه يعني احب اراء ام تي في اكثر من الجرامي، لانه الجرامي دائما يزعلونه كل سنه، فاهم؟ وامينيم دائما ينزل عليهم ديسات، فانا ما احب الجرامي. فخلينا نتكلم عن جوائز الام تي في واعطيكم برضو ارائي الشخصيه، هل انا اتفق او ما اتفق مع بعض الجوائز بكل صراحه. اول جائزه راح نتكلم عنها في هذه الحلقه جائزه افضل عمل هيب هوب. جائزه افضل عمل هيب هوب اخذها ترافيس يونغ ثوغ باغنيه فرانشيس. خلينا نكون منصفين، ترافيس انسان نحب، احب يونغ ثوغ، بس حرام تظلم راب ستار حقت بولي جي. يا مان التراك ده فجر، التراك ده صنع هيت، التراك ده صنع رابر كده، صنع له شخصيه جديده، ومن هم الرابس كانوا في 2020 اللي هو بولو. فاحس انه انظلم بولو فيها، لو انا كنت بعطيها بولو الصراحه. تاني جائزة رح نتكلم عنها اللي هي أفضل فرقة. أول ما يقولوا لك فرقة بوب رح تقول طبعا بي تي إس، وطبعا بي تي إس هي اللي أخذت جائزة أفضل فرقة. شوف أنا ما عندي اعتراض على الجائزة، أحس إنه بي تي إس يعني من ناحية شخصيات مكونة بشكل صحيح، من ناحية الأعمال حقتهم، من ناحية كيف قاعدين ينزلوا الأعمال، كيف قاعدين يتعاملوا مع الجمهور حقهم، أحس إنه تقريباً أفضل فرقة قاعدة تمر في الفترة الحالية في العالم. لو قلت لي مين يقدر ينافسهم من ناحية فرق العيال، راح أقول لك ون دايركشن، بس هم أصلاً انتهوا من 2015، فأحس إنه حالياً ما في منافسة صراحة. لما نتكلم عن فرقة مستقرة وقاعد تنزل تراكات كويسة وقاعد تتأقلم وقاعد تروح هنا وقاعد تشتغل بطريقة كويسة، أعتقد إنه بتقيس بكل صراحة. ثالث جائزة أفضل فيديو كليب. أفضل فيديو كليب الجائزة راحت لليل ناز بأغنية مونتيرو. يعني أوكي الفيديو كليب فيه له فكرة، الجرافيكس فيه له شيء مره عالي، تحس انه كانه فيلم خيالي كده من مارفل. بس شخصيا انا اشوف فيديو كليب ذا ويكند مع دوجا كات اللي هو يو رايت اعتقد افضل بألف مره، وميوزك فيديو احس انه الفيديو كليب حق ليل ناز بعيد عن كرهي لليل ناز، لا ما احسه ميوزك فيديو، احسه فيلم اندار عشان الافكار اللي فيه او الاشياء المبطنه اللي يرسلوها او الرسائل، ما احسه ميوزك فيديو. كلمة ميوزك فيديو احس ذا ويكند دوجا كات كانوا يستاهلوا بكل صراحة. وحاليا خلينا ندخل على الجائزة الأكثر جدل بالنسبة لي أو بالنسبة للكل، أفضل فنان جديد. خليني أعطيكم أول شيء الترشيحات وأقول لكم مين فاز عشان أنتم تنصدموا معايا، فاهم؟ سويتي، جيفون، 24K جولدن، ذا كيد لارو، 5 أوليفيا رودريجو، و6 بولوجي. هذه سرقة في وضح النهار، تتوقع مين فاز؟ انت شايف الاسماء؟ شايف الاسماء؟ تتوقع مين فاز؟ اوليفيا. هذه اللي يقول لك حرامي وقوي عين، فاهم؟ لما تتكلم عن بولو، بولو من ناحية الراب تقريبا هو أكثر فنان اشتغل، أكثر فنان صنع هيتات، أكثر رابر جديد صنع فارق، أكثر رابر جديد باع.
لما نتكلم عن ذكيد يا مان. ذكيد هذا اكبر موهبة حاليا طالعة في الميوزك، في الميوزك لا تصنف لا راور ولا بوب، لا هو اكثر موهبة كصوت طالعة في الجيل الحالي. يا رجال انت ما سمعت الاغنية حقته مع جاستن بيبر؟ الاغنية قاعد تشتغل في كل محل، ممكن لو ادخل سطوح بيتنا الاغنية بتشتغل. حرام اقسم بالله حرام. جيفون يا مان اوكي مو ضارب من 2020 او نهاية 2019، بس هو كمان ضارب ضربة مرة قوية. وليفيا اوكي تراكاتها كويسة، عندها تراك هيت ضارب حاليا مرة. انا لو الجائزة كانت في يدي كنت بعطيها ذكيد لارو، لانه صانع فارق مرة بشكل مرة كبير، وفنان صوته حلو يا الله صوته حلو اقسم بالله صوته حلو، وشخصيته غريبة، شخصيته كده تطالع فيه تقول ده مو فنان فاهم، هذا انسان ولد كيوت فاهم، بس لما يغني يفجر لك الدنيا عارف. اما جائزة افضل فنان في هذه السنة بكل صراحة مستحقة لجستن بيبر اسطورة البوب. يا مان اقسم بالله الشخص اللي عارضني في موضوع جستن بيبر انه هو كينج البوب حاليا، حاب اقول لك احترم رايك فاهم. كنت بقول لك كلمه غريبه فاهم، بس اوكي انا احترم رايك. بس جستن بيبر الصراحه كان يستاهل هذه السنه، السنه دي سوى تعاونات مره كثير، شغال بريتم مره عالي، الالبوم حقه ضارب كله هتات، الفيديو كليبات اللي نزلها للالبوم مره حلوه، مره فيها فكره ومره فيها ابداع. بكل صراحه انا كواحد فان لجستن بيبر مره مبسوط من جستن، لانه جستن قطع فتره كان مره مضطرب فيها شخصيا حتى، لكن من بعد ما اتزوج احسه صار مستقر، صار يعرف ايش يسوي. حتى اصلا من اخذ الجائزة طلع اول شيء هنا زوجته، في بعض الناس ما يحبوا زوجته عشان سيلينا جوميز، وانا بكل صراحة اشوف انه جستن بيبر بعد ما اتزوج صار انسان مستقيم ويعرف يشتغل ويعرف يتعاون وشخصيته حلوة. يا اخي حتى صار نظيف يا اخي، شكله كمان تنظف يا اخي. اما افضل اغنية بوب برضو راح لجستن بيبر بأغنية اللي تعاون مع دانيال وبرضو مع جيفون، هذه الاغنية هي مرة حلوة، بس جماهير التيك توك والناس اللي يرقصوا في التيك توك عدم أم الأغنية، تحس الأغنية بتشتغل في كل مكان، بنت صغيرة كبيرة أم عجوزة رجال نايم طاير فوق تحت، كل الناس بيشغلوا هذه الأغنية اللي هي بيتشز. أما جائزة أفضل تعاون هذه سرقة في وضح النهار برضو. خلينا أقول لك يعني أنا ممكن أقدر أتفهم إن أنت ما تعطيها جستن بيبر ودانيال وجيفون لأنهم أخذوا جائزة يعني على نفس الأغنية، بس للدورك دريك تراك حقهم قوي مرة، تعاون مرة حلو أوكي ممكن أقدر أتفهم، بس اللي ما أقدر أتفهم دوليبا ومايلي سايرس. يا مان الأغنية مرة حلوة، مرة الأغنية حلوة، حسيت إنه مرة انظلموا بكل صراحة. يعني إذا مرة مرة أنت خربانة تبي تخربها أعطيها ميغان وكاردي بي واب. ليش؟ لأنه التراك أنا ما يعجبني، بس التراك سمع في كل مكان، وتعاون يعني كاسمين أقوياء وفي أفضل فتراتهم، ميغان كاردي بي ممكن يستاهلوا الجائزة. أما تراك كسمي مور والله اقسم بالله ما ادري ايش اقول لكم يا جماعه الخير. دوجا كات سولانا بالتوفيق والله عاد، بس انا ماني مقتنع مره مره ماني مقتنع. واخر جائزه راح نتكلم عنها في هذه الحلقه اللي هي افضل فيديو ترناتيف اللي هو لام جي كي وبلاك بير. بس سيبكم من الجوائز، حصل حدث في الحفله، الحدث هو كان متوقع انه في اثنين راح يتضاربوا او راح يتشاكلوا، بس الاسمين كان موضوع مره غريب. ايش جاب دالي دا؟ ايش جاب ام جي كي لكونر؟ ايش جاب واحد فنون قتاليه واحد بيقدم ميوزك روك بديل؟ ايش دخل؟ كيف يعرفوا بعض اصلا فاهم؟ بس خليني اديكم القصه بكل اختصار. كونر يعرف ميغان، مو يعرفها معرفه شخصيه، انه واحده مشهوره وذكر يعرفها، فجاء طلب انه يتصور مع ام جي كي لانه ام جي كي كان مع حبيبته ميغان فوكس. بس ام جي كي قال له انه ما بصور معك، فهو زعل كيف ما تصور معي انا كونر يا ابوي، انا مره انسان مشهور، انا انسان مكسر ام الدنيا فاهم، انا الشخص اللي بارز كل العالم. بعد في مقابله قالوا لكونر انه ليش يعني ليش المضاربه دي كلها فاهم، قال انا اصلا ما كنت اعرف ام جي كي، انا اعرف بس حبيبته ميغان فوكس. طيب انت جيت تصور معاه وانت ما تعرفه؟ يعني مع احترامي كونر والله انت اخر 3 سنين قاعد تسوي اشياء مره غريبه، اي محل تدخل افرشوك اخر 3 سنين، مسيرتك الكويسه كلها حطمتها في اخر 3 سنين من كثر الغباء اللي انت قاعد تسويه والمشاكل اللي انت مال امك دخل فيها. فموضوع غريب بكل صراحه، بس انا الصراحه مره مبسوط لام جي كي انه ام جي كي صار فنان
قاعد يتصدر المشاهد والحفلات والجوائز، لانه لما كان يغني راب بكل صراحه كان مسحوب عليه. لا تقول لي بيف امينيم والبيف حق امينيم، لا لا لا، ام جي كي من يوم قاعد يقدم راب 2013 لين دحين الراب حقه ما في حد بيسمعه، بيسحب عليه في فئه كبيره من الناس بيحبوه. انا فان لام جي كي، بس حاليا ام جي كي صار مره انسان ناجح بعد ما حول مسيرته للروك والميتال البديل بكل صراحه، وهذا الشيء ناجح فيه قاعد يجيب جوائز، فانا اتمنى انه يستمر فيه مع انه انا احبه كرابر اكثر يعني. المهم هذه حلقه بسيطه خفيفه عن الجوائز اللي حصلت في ام تي في امس. لايك سبسكرايب انتوا حلقه صعبه كان محتوى سهل النشر، وبرضه شكرا على 300 الف، وإن شاء الله نتقابل في 500 ألف. ياه.